السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد معتز بالله الكامل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الإمبروبر إنتجرال. أولا كده، إيه هو الإمبروبر إنتجرال ده؟ ده عبارة عن، هو من ترجمته يقول لك التكامل المعتل. إيه التكامل المعتل؟ يعني تكامل فيه خلل. يعني إيه برضه مش فاهم؟ يعني أنت مثلا بتيجي تكامل فانكشن معينة اف اكس معينة مثلا، والدالة دي مش متصلة على جزء معين، مش متصلة عند نقطة معينة، فهنعالج النقطة دي بقى. تعال نشوفها كده. بيقول لك مثلا أهو عندنا ال f of x function دي، تمام، متصلة في الفترة من a إلى b، وال a معانا وال b مش معانا، القوس اللي هو التاني ده، ده كده مش معانا، يبقى كده معانا من أول ال a لحد ال b، ال b مش معانا. طب هنتعامل معاها ازاي؟ يعني مثلا التكامل اللي هو بيقول لك مثلا تكامل ال f of x من a إلى b، وال b دي التكامل عندها هيطلع معاك ما لا نهاية، يعني مش موجود. هقولك هتعامل معاها ازاي؟ هتقول على طول، هتقول خلاص limit من t تقول لل b من ناحية الشمال، بي سابي معناه بي تقول، تقول بي من ناحية الشمال. يعني ايه؟ يعني انا معايا هنا من اول الاي لحد اخر قيمة قبل البي، البي نفسها مش معايا لكن قبلها بنقطة معايا، يبقى خلاص، يبقى انا هعين البي دي وقت مكانها تي، بحيث ان التي تقول عن البي من ناحية اليسار للاف اكس، تمام. دي اول حالة. طب تاني حالة، لو انت عندك الاف اكس بتاعتك متصلة لفترة من اول الاي لحد البي، بس الاي نفسها مش معايا، انا معايا اول قيمة بعد البي، بعد الاي، تمام. فتقول ايه؟ هتقول ان برضو نفس النظام، اللي من اول التي، من اول بقى الاي هنا مش موجوده، يبقى خلاص سبت مكانها تي، تي لحد البي. طب التي دي تقول عن الاي من اليمين ولا من الشمال؟ من اليمين. ليه؟ لان انت عندك التي من اول بعد التي موجود، التي نفسها مش موجوده، خلاص بعد التي يبقى تي ناحيه الموجب. هنا احنا قلنا من ناحيه اليسار، لان البي نفسها من ناحيه اليسار متعرفه، من ناحيه اليمين هي نفسها مش متعرفه. فربكم واضح معاك الفرق، اللي هي دي من بين ناحيه اليسار، ودي ايه من ناحيه اليمين اللي هي ايه موجب. على العموم انت عندك الفانكشن بتاعتك الاف اكس بتاعتك متصله في الفتره من a ل b، والاي مش موجوده، اكتب مكانها تي وريح دماغك، تمام. طب هنا b مش موجوده، اكتب مكانها تي، واشتغل عندك في تكامل عادي لحد ما تخلص، وتيجي بعد كده تعوض بقى بالارقام بتاعتك الاصليه. هنقعد دلوقتي امثله وهنعرف الدنيا ماشيه ازاي. طب بص، ايه بيقول لك؟ انت عندك بقى فانكشن هي متصله من a ل b، طب الاي نفسها مش معايا والبي نفسها مش معايا، لكن الفتره في النص معايا، بتقسمها بقى. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الاكسبت الاثنين موجودين، معذره الاثنين موجودين معايا، بس بيقول لك في نقطه في النص مش معايا، تمام. يعني مثلا معايا فانكشن اهي من a ل b، ال a ل b، ال a موجوده تمام وال b موجوده تمام، لكن في النص في قيمه هنا في النص مثلا من ال a ل b، لو عوضت عنها هيديني موجب ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه، اللي هو غير معرفه زي احنا بنقول يعني، تمام. هتعمل معاها ازاي؟ خلاص هتقسم دي نصين، هتقول من اول ال a لحد ال c بتاعتك مره، وبالتالي من اول ال c لحد ال b، تمام. بيقول لك بقى لو انت عندك الاثنين دول كونفيرج، يبقى كونفيرج، تمام، يبقى الاصليه دي كونفيرج. طب الاثنين دول دايفيرج، يبقى دايفيرج. طب ازاي اعرف ان هي كونفيرج ولا دايفيرج؟ وايه كونفيرج ودايفيرج دي معناها ايه؟ بص معايا، لو انت عملت التكامل ده بعد عملت الطريقه دي وطلع معاك في الاخر برقم صحيح، يبقى دي تقول ان هي كونفيرج، تمام. اما لو طلعت معاك موجب ما لا نهايه في الاخر، يعني بعد عملت الخطوه دي، دي تاني، يعني بعد ما طبقت الحاجات بتاعتك الحلول دي وطلعت معاك في الاخر ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه، تقول ان هي اسمها دايفيرج، تمام. تعال ناخد مثال عشان الدنيا توضح معاك اكتر. بص في المثال ده معاك تكامل من صفر لتلاتة لواحد على جذر تلاتة ناقص اكس، دي انهي حالة؟ تعال نكبر كده اهو، بص كده معايا، دي عندك ايه؟ عندك هنا عوض كده بالصفر، يبقى واحد على جذر تلاتة ناقص صفر، جذر تلاتة خلاص، ده واحد على جذر تلاتة القيمة موجودة كونتينيوس، تمام. طلعت التلاتة، واحد على جذر صفر صفر، طب واحد على صفر غير معروفة، يبقى كده ظهر معاك المشكلة اهي. طب هتعمل ايه؟ زي ما اتفقنا، تقوم تعمل تكامل كده وهتقول له من صفر لحد التي، حيث التي دي بتقول التي اهي، التي تقول عن مين؟ عن التلاتة، من ناحية مين؟ التي نفسها مش معايا، يبقى تقول التلاتة من ناحية اليسار، لمين؟ لواحد على جذر تلاتة ناقص اكس، تمام. ده كده احنا يعتبر حلينا المعضلة اللي في الانتجرال عندنا. طب هتعمل معاها ازاي دي؟ خلاص دلوقتي كلمة التكامل بتاعك عادي، تكامل الجذر واحد على جذر يبقى سالب اتنين في الجذر. لو ارجع لقناة التكامل هتعرف على طول ان احنا جبناها ازاي، ده سالب اتنين في الجذر تلاتة ناقص اكس. كلمة التكامل الفترة بتاعتي من كام لكام؟ من صفر للتي، من صفر للتي، هاتها مرة بالصفر ومرة بالتي، يبقى مرة بالصفر ومرة بالتي، عوض عن اكس دي مرة بصفر، يبقى سالب اتنين في جذر تلاتة، سالب اتنين في جذر تلاتة ناقص زيرو، يبقى سالب اتنين جذر تلاتة، سالب اتنين جذر تلاتة، تمام، ناقص، أو لو عوضنا باللي فوق مرة، سنة معذرة كام، عوضني من اللي تحت، تمام، خليك فاكر، نعوض بقى باللي فوق، اللي فوق ده كان قيمته كام؟ كان قيمته تلاتة، يبقى خلاص عوضنا بتلاتة، خلاص حلينا المشكلة، يبقى تي بتلاتة، تمام، يبقى تلاتة،
يبقى سالب 2 في جذر 3 ناقص 3، 3 ناقص 3 بصفر، جذر صفر بصفر، 2 بصفر بصفر، يبقى ناقص صفر. تمام؟ فالمفروض كان معانا هيطلع معانا عوضنا بالحد اللي فوق بصفر، عوضنا بالحد اللي تحت طلع بكام؟ سالب 2 جذر 3. هي كده صح. انا معذره انا غلطت في الاول، لان المفروض اعوض بالقيمه اللي فوق ناقص القيمه اللي تحت. تمام؟ اعتبر ده مش موجود. تمام؟ اهي صفر ناقص سالب خالص، يبقى عوضنا بالقيمه اللي فوق مره والقيمه اللي تحت مره. اهي واضحه معاك؟ بص معايا هنا، بعد ما عملنا التكامل خلاص، احنا قلنا خلاص بما ان التلاته اللي فوق دي مش معايا، عملنا مكانها تي وجبنا التكامل عادي، وبعد ما جبناه حطينا التلاته بتاعتنا تاني. خلاص يبقى اهي، يبقى جبنا التكامل لواحد على جذر 3 ناقص اكس، تقف معايا بكام؟ سالب 2 جذر 3 ناقص اكس. عوض مره بالحد اللي فوق ومره بالحد اللي تحت وتروح ناقص بعض. الحد اللي فوق عوضنا ب 3، يبقى جذر 3 ناقص 3 ب 0، يبقى خلاص دي الحد بقى ب 0، 0 اهو. ناقص 0 ناقص، انت بتعوض مره باللي فوق ناقص المره اللي تحت، عوضنا باللي تحت مره، يبقى سالب 2 في جذر 3 ناقص 0 يبقى جذر 3، سالب 2 يبقى سالب 2 جذر 3، 0 ناقص ناقص 2 جذر 3 يطلع معاك 2 جذر 3. طب 2 جذر 3 دي كده نقول كونفيرج ولا دايفيرج؟ كونفيرج. ليه؟ لان طلعت معايا برقم صحيح. لو طلعت معايا موجب نهايه وسالب من النهايه كنا قلنا ان هي دايفيرج. تمام؟ في الاخر اقول لك كونفيرج، ولا القيمه بتاعتي الفاليو بتاعتي كام؟ ب 2 جذر 3. يا رب تكون وصلت معاك. تعالى بقى نشوف المثال ده كده. بيقول لك اهو ديترماين اف ذا فولوينج انتجرال كونفيرجنت ولا دايفيرجنت، ولو كونفيرجنت هات لي الفاليو بتاعته. تمام؟ المثال ده كان الواحد الاول، اول ما هتشوفه هتقول ده تكامل عادي، وليه امبروبر ده؟ لو عوضنا بسالب 2 هيطلع عندك 1 على سالب 8، لو عوضنا ب 3 يبقى 1 على 27. ليه امبروبر بقى؟ ايه المشكله؟ المشكله عندك بالظبط هتبقى في النص هنا اللي هو الصفر، 1 على 0 غير معرف، واحنا عندنا الامبروبر معناه ان هو بيبقى فيه تعقيد في النص او فيه مشكله في النص، فبيطلع معاك قيمه غير معرفه. خلاص يبقى دي الحاله الثالثه. الحاله الثالثه عندنا بقول لك لو انت عندك التكامل متصل على فتره اي بي بس في نقطه في النص مش معرف عندها، يبقى التكامل بتاعك بتقسمه نصين، مره من الاي للسي ومره من السي للبي، حيث السي دي النقطه اللي مش متعرف عندها. خلاص يبقى تعالى نطبق الخطوات هنا. يبقى ده تكامل اهو، يبقى التكامل ده عباره عندي عن الشكل ده، ده بيساوي ده تكامل من سالب 2 للنقطه اللي عندي فيها المشكله اللي هي كام؟ اللي هي 0، لمين؟ لواحد على اكس تكعيب، واحد على اكس تكعيب زائد الجزء الثاني بتاع التكامل، يبقى من الصفر لو القيمه بتاعتي هو السي لحد مين؟ لحد 3، لمين؟ لواحد على اكس تكعيب زي الفل. طب احنا دلوقتي ده الشكل ده احنا لسه واخدينه فوق، قول اهو شوف هنا كان فوق اهو، من الصفر لحد 3 قلنا الصفر ده او التلاته دي فيها المشكله، طب هنعمل ايه؟ هنجيب الليميت. خلاص يبقى انت الصفر ده هتجيب الليميت بتاعه، يبقى تحط مكانه هنا تي، اللي هو تقول مثلا الشكل ده بتاعك كده اللي هو من اول السالب 2 لحد التي، تي دي تقول عن الصفر. تمام؟ هتكتب هنا بره هنا ليميت تي تقول عن الصفر. تمام؟ لمين؟ لواحد على اكس تكعيب زائد برضه هنا هتكتب واحد على تي اللي هو مكان الصفر، هتكتب تي اللي هو التكامل اهو من الصفر، الصفر ده عندي غير معرف، يبقى هنكتب مكانه تي لحد مين؟ لحد 3، لمين؟ لواحد على اكس تكعيب. لما اجيب التكامل بقى الواحد على اكس تكعيب ده هيطلع عندك كام؟ لو رجعت للقانون بتاع التكامل هتلاقي انت ده لو هترفعه في البسط يبقى اكس باور سالب 3، زود باور 1 يبقى اكس باور سالب 2، واسمع الباور الجديد يبقى اكس باور سالب 2 على 2 على سالب 2، صح؟ تبقى 1 على سالب 2 اكس تربيع، يبقى التكامل بتاعي يبقى شكله كده 1 على سالب 2 اكس تربيع. تمام زي الفل. طبعا هنا مفيش مكان عشان نكمل، تعال نكمل الخطوات زي ما الدكتور حالل. خلاص اهي، يبقى 1 عندي على سالب 2 اكس تربيع، هو هنا بيجيب لي الطرف اللي هو الشمال ده اللي هو من سالب 2 لحد تي، او من سالب 2 لحد تي، وبعد اكس تكعيب، يبقى التكامل بتاعي يطلع بكام؟ سالب 1 على 2 اكس تربيع. زي الفل. هتعوض مره بتي ومره بسالب 2 وتطرح 2 من بعض، طب لما اعوض بتي يبقى 1 على، يبقى سالب 1 على 2 تي تربيع. تمام؟ طب المره الجنب الثاني يبقى ناقص ناقص، خلي بالك انت هنا جبت التكامل الاولاني ناقص. تمام؟ ناقص التكامل ده يعني اللي انت ده نعوض مكان الاكس بسالب 2، يبقى ناقص ناقص 1 على 2 في سالب 2 تربيع. طب سالب 2 تربيع ب 4، طب هنا يبقى معاك يبقى سالب 1 على 2 في 4 اللي هي 8. تمام؟ يبقى دي سالب وسالب يبقى موجب، عشان كده جالك الموجب في النص. تمام؟ يبقى كده سالب 1 على 2 تربيع زائد 1 على 8. طب لما تيجي تحسب بقى ده 1 بصفر، 1 على 0 بما لا نهايه، او سالب 1 على 0 سالب ما لا نهايه، سالب 1 سالب سالب ما لا نهايه اهي زائد 1 على 8 سالب ما لا نهايه زائد اي رقم، او موجب ما لا نهايه زائد اي رقم هيديك ما لا نهايه بتاعتك، يبقى سالب ما لا نهايه. يبقى ده في الاخر طلع معايا بسالب ما لا نهايه. طب احنا في الاولاني طلع معايا رقم فقلنا كونفيرجنت، ده طلع معايا ما لا نهايه نقول ده على طول اسمه ايه؟ دايفيرجنت. تمام؟ دي خطوات بتاع الحل بتاعتك. نعيد المساله دي كده على السريع كده اهو، دي بيجي لك مساله زي كده تكامل من نقطه لنقطه، بس التكامل عندك امبروبر في نقطه في النص معينه، فخلاص بتقسم التكامل بتاعك لقسمين، مره النقطه الاولانيه لحد النقطه اللي فيها المشكله زائد النقطه اللي فيها المشكله لحد النقطه الثانيه.
طب النقطة دي فيها مشكلة، لو هتحط مكانها تي هتقول الليمت وتبتدي تقول الرقم بتاعك وتعوض مكان التي مكان الرقم بتاعك بالتي، خلاص يعني معايا مساوي 2 للتي لواحد اكس تكعيب زائد من تي لحد 3 لواحد اكس تكعيب، طب كام واحد اكس تكعيب بسالب 1 على 2 اكس تربيع زي الفل. تعوض هتمسك التكامل ده اللي هو ده هتجيبه مرة زائد التكامل ده، لكن هو عامة هنا جاب الطرف الشمال ليه لتوع، فعشان كده قال لك خلاص الطرف الشمال ده هيحكم المسألة كلها تمام. فجاب الطرف الشمال من سالب 2 لحد التي، طب التي دي هتبقى بصفر، يبقى 1 على اكس تكعيب، طب الصفر 1 على صفر بكام مجمل النهاية ناقص 1 على سالب 2 في 2 اكس تربيع، يبقى سالب 2 في 2 اكس تربيع دي هتبقى كام سالب 8، يبقى 1 على سالب يبقى ناقص 1 على 8 سالب 1 على 8 تمام، دي المفروض انها ناقص سالب 1 على 8، فسالب ما لا نهاية زائد اي رقم سالب ما لا نهاية، عشان كده طلعت معانا في الاخر بسالب ما لا نهاية، فحكمنا عليها ان هي دايفرجنت. هنا بقى في طريقه اسمها كومباريزون تيست فور امبيبر انتجرال. الطريقه دي عباره عن ايه؟ بيديك فانكشن تمام، الفانكشن دي متصله، بيقول لك عندك الاف والاكس والجي الاكس، اتنين دول فانكشن عباره عن اتنين فانكشن متصلين في الفتره من الاي لحد ما لا نهايه، طبعا ما لا نهايه مش متصله عندها تمام، بنفترض ان الجي اكبر، الجي اوف اكس دي اكبر من الاف اوف اكس، يبقى خلاص يبقى هنجيب الجي اوف اكس دي وهنحكم عليها هي كونفرجنت ولا دايفرجنت، والحكم اللي هيتحكم عليها بناء عليه يبقى نفس الحكم مع الفانكشن دي تمام. اهو انا بقول لك اهو الاي المجمع هي الاف اكس بتعوض مكان طبعا ما النهايه بالتي بتاعتك زي الفل، وقلت لك مثلا تقعد معاك موجب ما النهايه، يبقى اذا برضو جي اوف اكس لما اجيبها يطلع معاك برضو موجب ما النهايه، الاثنين يبقى عليهم نفس الحكم. طب لو اقل يبقى برضو دي مثلا بقول لك اهو جي اوف اكس من ايه لحد موجب ما النهايه، بقول لك دي هتعوض مكان ما النهايه بالتي بتاعتك، يطلع لك مثلا قيمه اللي هي ال ال دي في حاله وهي كونفرجنت تمام. طب الاف اوف اكس برضو لما تيجي برضو لما الاف اكس دي اكبر من جي اوف اكس زي ما اتفقنا ولا اقل منها، اللي هيتحكم هنا هيتحكم هنا، طب افترض ان دي طلعت كونفرجنت يبقى دي تطلع كونفرجنت، طب دي طلعت دايفرجنت بتطلع دايفرجنت تمام. يا رب تكون واصله معايا، تعال نكمل ده مثال اهو، بقول لك مثلا عندك انتجريشن زي ده، انتجريشن زي ده كده، ده هعرفه كونفرجنت ولا دايفرجنت منين؟ طب ده انا لما اجي اعمل التكامل بتاعي عندي هنا نوعين من الفانكشن، عندي هنا الفانكشن اللي هي اسمها ايه البولينوميال فانكشن، وعندك اكسبوننشال فانكشن، نوعين، طب هتعامل معاهم ازاي؟ طب انا مش عارف التكامل الاثنين دول، خلاص يبقى انت يعني مش زي اخترع واحده بالظبط، اخترع واحده تنوب عندي يعني، ما تيجي مثلا واحد على اكس زائد اي باور اكس، عايزين واحده تبقى على نفس الحكم بتاع دي تمام. يبقى بقول لك اهو لو بقول لك ممكن افترض ان هي واحد على اكس، هل واحد على اكس هتنفع ولا واحد على اي باور اكس؟ لما تفترض ان هي واحد على اكس بقول لك دي مش هتنفع معاك تمام، لما تختار لما تقول اهو لما تسقط اكسبوننشال فانكشن هيطلع معاك غلط، لو في الاخر ان هي تبقى غلط ماشي تمام دي رونج زي الفل. طب بقول لك لو طلع معاك مساله زي كده، لا انت بتلغي الاكس دي، لما تيجي تختار اكس لما تختار واحده جديده بتقول له خلاص يبقى التكامل من 3 الموجب ما لا نهايه لمين بقى؟ بتعتمد الاكسبوننشال فانكشن، يعني بتعتبر مثلا ان هي الاقوى فتسيبها هي، يبقى اي باور اكس وتطير الاكس خلاص، هتحكم على الحكم اللي هيتحكم علينا هنا هيبقى يتحكم على المساله دي نفسها تمام. تعال نجرب دي كده، واحد على اي باور اكس من 3 الموجب ما لا نهايه، طب الموجب ما لا نهايه دي هنوب عنها هاب تي، هنليمت هنجيب الليمت اهو، ليمت تي تقول على الموجب ما لا نهايه، يبقى خلاص عندي واحد على اي باور اكس، اي باور اكس عندي من كام لكام؟ من 3 لحد تي، طب التكامل الواحد على اي باور اكس بكام؟ دي لما ترفعها في بسط تبقى اي باور سالب اكس صح؟ طب تكامل الاي باور اي سالب اكس مش التكامل بتاعها هو نفسها في الاساس على مشاقة الاس تمام؟ هتبقى عبارة عن اي باور نيجاتيف اكس على سالب 1، ده التكامل بتاع الاي باور نيجاتيف اكس تمام؟ فالسالب ده يطلع فوق يبقى سالب اي باور سالب اكس تمام؟ وانا عندي القيمة بتاعتي من كام لكام؟ من 3 لحد تي، 3 لحد تي خلاص، عوض مرة باللي فوق عوض مرة بتاعته وتراحم من بعض، عوض كده باللي فوق يبقى سالب اي باور تي سالب تي، طب تي دي بموجب ما لا نهايه، طب اي باور موجب ما لا نهايه بكام؟ الاي باور موجب ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه يطلع معاك بزيرو تمام، زيرو كده عضله اللي فوق ناقص سالب اي باور 3، اي باور 3 دي لما تجيبها على الاله الحاسبه يطلع معاك كسر خلاص، ما عندنا قيمه صحيحه يبقى صفر زائد، هيبقى صفر معاك زائد اي باور 3، طب ده مش ده رقم عادي؟ هل تقعد معاك موجب من النهايه وسالب من النهايه، ولا تقعد رقم عادي؟ تقعد رقم عادي، يبقى خلاص كونفرجنت، يبقى الاي باور نيجاتيف 3 تقعد معايا في الاخر كونفرجنت تمام. عشان كده الحكم بتاعي اللي طلع عليها هحكمه على بقى على المساله دي، على الفانكشن الكبيره، يبقى خلاص بما ان الفانكشن الصغير اللي هي الواحد على الاي باور اكس اتحكمت عليها ان هي كونفرجنت، يبقى دي كلها يتحكم عليها ان هي كونفرجنت تمام. فهو بيصدم مختلف على كامبرزون، علشان انت عندك تكامل لنوعين مختلفين من الفانكشن، نوعين مختلفين تمام، فانت بتجيبه الواحده بس وبناء عليها بتحكم على الثانيه تمام. فخلاص تحكم عليها بانها كونفرجنت، يبقى دي خلاص تحكم عليها ان هي كونفرجنت زيها، يبقى بقول لك از اولسو كونفرجنت.
يا رب نطلع معاك، والمرة الجاية ندخل على انفاينايت سيرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.